مرحبا بكم متتبعين قناة رايان فلوغ المتنوعة. كل عادة جبتكم فيديو جديد فلوغ جديد في مدينة جديدة، يعني ماشي مدينة، هي إقليم محسوب على واحد مدينة معروفة اللي مقبل ديت لي عليها فيديو. هاد فيلاج كعيتو لولينياغو، متواجد في الشمال الإيطالي بالضبط مدينة فيرونا، محسوب على الإقليم ديال البروفينسيا ديال مدينة فيرونا. مهم نتمنى تفرجوا الفيديو ورا في معلومات وكنهضر على المدينة وعلى التاريخ ديالها. هي مدينة فلاحية متواجدة في الفلاحة، ونتمنى لكم مشاهدة الفيديو كامل، يعني الفيديو ما طويش، جوج دقائق تقريبا هكاك، فيديو خفيف. نتمنى ديروا لايك واشتراك، ولا تعجبكم بحال الفيديو بحال الفيديوهات هذه. مرة ندير لكم فيديو في المدينة ونتكلم لكم على المناطق السياحية وعلى كل شيء. ومرحبا بكم. وفيلاج صغير وزوين، في جميع المواصلات، جميع اليوم نهضر لكم على اقليم او فيلاج كما كتعرفوا بالدارجة لينياغو، متواجد في شمال ايطاليا بمدينة فيرونا، اخر مدينة عبرها النهر اديجي، تقع على طول قبل الوصول الى البحر الادرياتيكي على بعد 30 كيلومتر من فيرونا، وهي في موقع استراتيجي جيد، ويسهل الوصول اليها عن طريق مدينتين من مانتوفا وروفيغو. بالنسبة لتاريخ لينياغو، أسس اللومبارديون، يعني بحال تقول جهات اللومباردية، أسس اللومبارديون المدينة وتحولت إلى قلعة قوية في أوائل القرن السادس عشر على يد المهندس المعماري دامر نابليون القلعة، ولكن أعاد ساميكيلي النمساويون بناؤها بعد عام 1815. في القرن التاسع عشر كانت واحدة من أربع حصون استراتيجية ما يسمى الرباعي للنمساويين، مع فيرونا وفيتشينسا ومانتوفا. بالنسبة كان متحف لينياغو معروف بمتحف ديال الاسم ديالو فيسيكو، وكنيسة سان سالفارو على بعد كيلومترين من البلدة في قرية سان بيترو، التي بنيت في القرن التاسع عشر على كنيسة صغيرة سابقة، ربما في موقع معبد يعني روماني، كان شي معبد روماني، كما يتضح على المواد المعاد استخدامها في القبو. وكاين اللي محب ركوب الدراجات الهوائية أو النارية، هناك مسار طويل رائع على نهر أديجي لركوب الدراجات على طول النهر.